بسم الله الرحمن الرحيم. البرزنتيشن ده بيمثل المحاضرتين 3 و4 في الجزء الخاص بالشيت ميتال فورمينج، وهو الجزء الأخير من محاضرات البلاستيستي. أول عملية إنتاجية هندرسها هي عملية الاستريتش فورمينج، ودي عملية بتعتمد على إننا بنمسك أطراف الشيت زي ما هو باين في الشكل، وبندفع فورم بلوك واخد الشكل اللي احنا عاوزينه، فبتعمل ستريتشنج للمعدن لأن الأطراف بتاعته ممسوكة زي ما قلنا كلامبد من الطرفين. أو البديل لهذا إننا أيضا بنشد المعدن بين أو بنمسك الطرفين بتوع المعدن، وبعدين بننزل بنصين داي فيحدث في التشكل المطلوب. يمكن النوع الثاني ده، وده اللي بيسموه ميكينج دايز ميثود، طريقة الدايز المتقابلة، ده ممكن يحتاج إلى بريس، بس زي ما هنشوف في السلايد اللي جاية البريس ده ممكن يبقى ذات كاباستي صغيرة جدا مقارنة بالبريسز العادية اللي كانت بتستخدم في إنتاج عمليات بيندينج أو دروينج بنفس الشكل. المكنة دي بيسموها فورم بلوك ميثود أو تانجنشال ستريتشنج، ودي فكرة بسيطة جدا معتمدة على هيدروليك رام بيحرك فورم بلوك فتعمل ستريتشنج للشيت اللي ماسكين طرفينها زي ما قلنا. في نوع ثالث من الماكينات دي بيمسك ايضا طرفي الشيت، بس طرف منهم بيبقى مثبت في تيبل دائرية، والطرف الثاني بيشد في هذا الاتجاه، وبنركب فورم بلوك بتبقى اكسنتريك بالنسبة لمحور الدوران بتاع الروتيتنج تيبل. فلو احنا مثبتين الطرف ده والطرف ده بيتحرك والتيبل بتلف، فهنجد ان الجزء الاول من الشيت يحصل له ستريتشنج، وبعدين الاستريتشنج ينتقل الى الجزء الثاني والثالث والرابع وهكذا، وبالتالي تبقى دي عملية انكريمنتال، فتبقى السترينز اللي موجودة في كل جزء من الشيت صغيرة وتناسب احداث كمية ديفورميشن كبيرة. كاتبين لك اهو ان البروسس دي بتتم انكريمنتالي في هذا النوع من الاسترتش فورمينج اللي بيسموه ستريتش فورمينج with روتري تيبل. عمليات الاسترتش فورمينج ما هيش عملية انتاج بالجملة ماس برودكشن زي العمليات بتاعت البندنج او الديب دروينج او البلانكينج او البيرسينج اللي درستوها في التكنولوجي بتاع سنة تانية، ويمكن عشان كده هم ما جابوش سيرة البروسيس دي لانها مش محتاجة الى البريسز الكبيرة اللي مستخدمة في عمليات الشيت فورمينج التقليدية. دي بقى بتتميز بانها تناسب عمليات اللو فوليوم برودكشن او الانتاج ذات الكميات الصغيره، وهنشوف دلوقتي انها تستخدم بوفره في الابواب بتاعه السيارات، وتستخدم في اجزاء من الجسم بتاع الطياره الخارجي، بتستخدم في قطاعات كبيره جدا. نشوف بقى الادفانتجز بتاعت عملية الاسترتش فورم. زي ما قلنا انها لا تحتاج الى فورسز كبيرة، الفورس هنا بتبقى اقل ب70% من الفورس اللي ريكوايرد لعملية مناظرة سواء بالبندنج او بالدروينج. يعني لو كانت عملية بندنج لشكل معين بتحتاج الى مثلا 10 طن فورس، دي هتحتاج فقط الى
3 تن فورس. الستريتش فورمينج ايضا يتميز بانه ارخص كتير، زي ما قلنا الماكينات بتاعته اجزائها بسيطة جدا وارخص كتير من البريسز اللازمة لعمليات الشيت فورمينج التقليدية. مش بس البريسز والداي سيتس، الاسطمبات بتاعت الدايز اللي بتستخدم في عمليات البندنج والديب دروينج بتتكلف كتير قوي، انما هنا كل اللي عاوزينه فورم بلوك بشكل بسيط وبناء عليه، فهذه البروسيس از مور ايكونوميك او ارخص كتير. فيها ميزه تانية ان التنسايل سترينث بتاعت المعدن اللي ناتج اللي هيتحول بقى الى منتج بتبقى ازيد من السترينث بتاعت المعدن قبل التشكيل بمقدار 10%. وطبعا كل ما زادت السترينث كل ما بتزيد الهاردنس، وهنا دايما الهاردنس بتزيد في حدود 2%. يعني المنتج بتاع الاسترتش فورمينج يتحمل فورسز اكتر من اللي كانت بتتحملها الشيت. اليونيفورم تتميز ايضا بان اليونيفورم ديفورميشن leads to lower tendency of buckles. مش هيحصل العيوب اللي قلنا عليها بتاعت الشيت ميتال فورمينج اللي زي الباكلينج او الفولدينج او الرينكلينج اللي قلنا عليها في المحاضرات اللي فاتت. دي احتمال حدوثها هنا ضعيف جدا او يكاد يكون منعدم. ايضا السبرينج باك والريزيديوال ستريسز ار سيجنيفيكانتلي ريديوسد، يعني بتقل بشكل كتير، او eliminated يعني بتلغى نهائيا نتيجة اليونيفورم ستريس جريدينت او التدرج اللي بيحصل في الستريسز. ولكن زي ما احنا عارفين مفيش حاجة في الدنيا فيها مزايا مطلقة، فزي ما الستريتش فورمينج لها مميزات كتير فلها ايضا عيوب كتير، اهمهم انها لا تناسب الا اللو فوليوم برودكشن، يعني ما تكونش بتنتج اعداد كبيرة قوي. وبالتالي هي اكثر مناسبة لعمليات زي مثلا الكار بانلز، مهما كان عدد السيارات اللي بتنتجها شركة تعتبر صغيرة جدا مثلا الاعداد دي مقارنة بالادوات الاوعية المنزلية اللي ممكن تنتجها شركة بتعمل ديب دروينج للشيتس. تاني ميزة ان البروسيس cannot produce parts with sharp corners او depressions، يعني ما يبقاش فيها تجاويف او بروزات واضحة او انتقالات حادة في الاشكال. كمية الاماونت اوف ستريتشنج زي ما قلنا في بداية محاضرات الشيت فورمينج ان عشان يفضل السترين يونيفورم لازم يبقى epsilon maximum تساوي n، حيث n هو الstrain hardening exponent بتاعت المعدن، وده احنا عارفين من الجزء الاول من الكورس ان ده بيساوي ln 1 زائد الengineering strain. طبعا انت لما بتقرأ في جداول الstrain او الالونجيشن بتاع المعدن ده بيبقى مقاس بالطريقة الانجينيرينج اللي هي قلنا عليها، بتبقى اقل من الترو سترين اللي بيتحسب على شكل لين الفاينل على النوت. بالنسبة لليونيفورم سترينز بقى اللي بتحصل في هذه البروسيس بتتوقف طبعا على الماتيريال ومدى الدكتيليتي اللي فيها. بالنسبة للتيتانيوم اللويز ممكن نعمل يونيفورم سترين في حدود 5 إلى 8%. بالنسبة للألومنيوم ألويز طبعا هنقدر نعمل سترين أكتر من 10 إلى 30%. في الأنواع خاصة من الستيلز بتناسب عمليات الديب دروينج، دي بنقدر نعمل بيها يونيفورم سترين في الستريتش فورمينج بمقدار من 20 إلى 35%. بالنسبة للبراسز
بنقدر نعمل يونيفورم سترين من 45 إلى 50%. وبفكركم بالبراس، درستوه في الماتيريالز في سنة تانية. البراس هو سبيكة من النحاس والزنك. وطبعا الدكتايل براسز اللي هي البراسز اللي بتبقى نسبة الزنك فيها لا تزيد عن 30%، اللي كنتوا بتسموها الكارتريج براسز اللي هي بتناسب الخرطوش بتاع البنادق او الرش بتاع البنادق او نقول عليها ايه البوليت اللي اللي بتضربها البندقية او المدفع. بالنسبة للاستنتيك ستينلس ستيلز، احنا عارفين ان الاستنتيك شيت ستيلز بتستخدم بوفرة في صناعة كل معدات المواد الغذائية، يعني الأزانات اللي بتتعمل فيها السمنة أو الزبدة أو الزيوت أو أي مواد أو المربات أو أي مواد غذائية، دي بتتعمل من أوستينيتك شيت ستيلز، ودي بتبقى فيري داكتايل، فنقدر نعمل يونيفورم ديفورميشن في حدود من 50 إلى 60%. الطرق العيوب بقى اللي ممكن تصاحب عملية الاسترتش فورمينج، اخطرهم اللي هو الكراكس نير ذا كولت تشاكس اللي هي النهايات اللي بتمسك اطراف الشيت. احنا قلنا عملية الاسترتش فورمينج بنمسك طرفي الشيت وبعدين بندفع الفورم بلوك عشان تشكل الجزء الداخلي. فلو كانت الاسترسز اللي ماسكة الشيتس كبيرة قوي، بنلاحظ حدوث كراكينج، تمزق في اتجاه موازي لاتجاه الكلامبينج. ويعني احنا مرينا بالتجربة دي في مشروع بكالوريوس كنت عامله في سنة من السنين عن عملية الاسترتش فورمينج، وقعدنا فترة طويلة قوي على ما عرفنا نظبط الكلامبينج بريشر اللازم لعدم حدوث هذه الكراكس. النوع الثاني من العيوب اللي هو بيسموه هيكينج with subsequent cracking، نلاقي تبتدي تظهر شروخ متفرقة كده في اتجاهات مختلفة، وبعدين يحصل كراك بقى يضم هذه الشروخ كلها او ممتد بين هذه نقول عليها السبايدر ماركس زي رجلين العنكبوت. النوع اللي بعد كده ده بيبقى بريتل فيلير، وده التمزق بيحصل لما ترقق الشيت او لما السمك يقل عن حد معين. تلاحظوا لما الجماعة اللي بيشتغلوا بيعملوا الفطير والكلام ده، ما هو الفطير ده مطه بالشكل ده بيسمى عملية ستريتش فورمينج. حتى العملية دي باللغة العربية بيسموها عملية المط. فتبص تلاقي حتة ابتدت تتقطع من العجين لو حصل فيها ان الثيكنس يقل عن حد معين. العملية التالية هي عملية الديب دروينج، بس طبعا انا السنة دي ما يصحش نقعد نراجع فقط اللي درسناه في سنة تانية. احنا في سنة تانية درسنا التكنولوجي بتاع عملية الديب دروينج، البانش والداي وشكلهم ايه والزوايا بتاعتهم ومين اصغر من التاني و و و. احنا هنا هنتكلم بقى عن البلاستيك فورمينج اللي بيحصل في الشيت، وايه الليميتس بتاعته وايه البارامترز اللي بتؤثر عليه. بس بفكركم بسرعة هنا، التولينج بيبقى عبارة عن بانش وداي وبينهم كليرنس. الكليرنس ده لازم يبقى أكبر من سمك الشيت. وبعدين عشان ما يحصلش الرينكلز اللي قلنا عليها في المحاضرات اللي فاتت، لازم يبقى فيه بلانك هولدنج بريشر، أو يعني ده يبقى لازم في حدود معينة. فاكرين اتكلمنا عنها في المحاضرة الأولى للشيت فورمينج اللي اتكلمنا فيها عن ظاهرة الرينكلينج، وهعيدها تاني في السلايد اللي جاي. المهم ان الشيت بتتسحب
بين البلانك هولدنج بريشر البلانك هولدر والداي تتسحب بينهم الى داخل المعدن مع حركه الرام او البانش الى اسفل بحيث تنتج لنا شكل سيلندريكال بهذا الشكل. طبعا لو ما كانش فيه بلانك هولدنج بريشر او لو كان فيه بعض العيوب اللي بتؤدي الى الرينكلينج هيبتدي يحصل رينكلز على الحواف بتاعه العينه بهذا الشكل. وادي رسمه ثانيه فيجر بيعبر عن الرينكلز اللي حصل. وطبعا لو لم يتنبه المهندس الى الرينكلينج اللي بيحصل ده وسابه يتسحب جوه المنتج هيؤدي الى ما يسمى الكوروجيشن اند بيندينج اوفر، هيحصل عندنا سطح اسطواني متعرج او مجعد بهذا الشكل، فطبعا ده يبقى منتج مرفوض. نشوف بقى حكاية البلانك هولدنج بريشر. بحب اذكركم بالكلام اللي قلناه في المحاضرة بتاعت الخصائص بتاعت الشيتس، واتكلمنا فيها عن ان لو حصل كومبريشن على جزء من البلين بتاع الشيت ممكن يؤدي الى باكلينج او فولدينج او رينكلينج. وشفنا واحنا بنتكلم عن الرينكلينج ان الرينكلينج بيزيد عند الثيكنسز الاقل، او لو ما كناش ضابطين البلانك هولدنج بريشر بتاعنا او كانت الثيكنس بتاعت الشيت ما هياش منتظمه، وده يبقى عيب في عمليه الرولينج اللي انتجت هذه الشيت، او ان يبقى اللوبريكانت المستخدم ما هواش متوزع بانتظام بين الشيت وبين الداي، فتكون النتيجة ان يبقى في جزء عليه ستريسز اقل من جزء اخر وبالتالي ممكن يحصل الرينكلينج. المهم يبقى اذا يفضل اننا نعمل بلانك هولدنج بريشر عشان يقلل من احتمال او يلغي احتمال حدوث الرينكلز، لانها زي ما شفنا في السلايد اللي فاتت ممكن تؤدي الى عيب خطير في شكل المنتج. بس طبعا البريشر ده لازم نظبطه لدرجة دقة عالية جدا زي ما هنشوف في السلايد دي والسلايد اللي جاي. ليه؟ لو زاد ال هولدنج بريشر ده هيؤدي الى حدوث نيكينج وتيرنج، لان انت هتبقى عاوز تنزل الشيت مع البانش وهو بيسحبها في الداي وفي نفس الوقت منعها من الحركة، فممكن يحصل نيكينج ويؤدي الى تمزق، وطبعا التمزق هيبقى في الناحية الداخلية من الرينكلز. هرجع للسلايد اللي فات، لو حصل نيكينج هيحصل عند هذه الأجزاء. طيب العكس بقى، لو كان البلانك هولدنج بريشر صغير يبقى هناك احتمال لحدوث رينكلينج، وممكن يحصل سموث فلو للبلانك جوه الداي تحت تأثير بيور بيندينج كونديشنز، وده غالبا ممكن يؤدي الى حدوث زيادة في سمك الجزء المحيطي من الشيت اللي كان مفروض يبقى معرض لبلانك هولدنج بريشر. ليه؟ لان الجزء ده قطره عمال يصغر، فلما القطر يصغر ينكمش يبقى لازم يحصل كومبريسيف هوب ستريسز، فلو لم تؤدي الى رينكلز فهتؤدي الى زيادة الثيكنس، وده هنشوفه بعد كده برسمة واضحة جدا. البلانك هولدنج فورس should be just sufficient to prevent wrinkling، لان شفنا هنا
لو كانت زيادة هيحصل إيه، ولو كانت أقل هيحصل إيه. طيب نعمل بقى البلانك هولدنج بريشر إزاي؟ أشهر وأبسط طريقة اللي هي بيسموها سبرينج لودد بريشر باد، وأعتقد دي هتكونوا درستوها في الكورس بتاع التكنولوجي بتاع سنة تانية. نيجي على البانش اللي هينزل يعمل ديب دروينج، ونعمل فيه شولدر، يعني نخلي فيه جزء هنا قطره أكبر من ده، ونثبت تحت الشولدر ده رينج حلقة، وحلقة تانية تحت هتقابل البلانك قبل عملية الدروينج، ونمسك الاتنين بمسمار وبينهم سبرينج. طبعا ممكن يبقى في سبرينج هنا وهنا، او من الناحية الخلفية والأمامية كمان، يعني ممكن يبقى عندنا 2 سبرينجز او 4 سبرينجز يؤدوا الغرض. فأول ما يبتدي البانش ينزل يلامس الشيت، هتلاقي السطح بتاع البلانك هولدر ابتدى يلامس الشيت. كل ما نبتدي نضغط البانش هتلاقي الحلقة اللي فوق دي، الرينج اللي فوق دي تتضغط، وبالتالي السبرينج يتضغط، وبالتالي تبتدي تتولد فورس على الجزء الخارجي من الشيت وهي بتتسحب. الطريقة دي فيها عيب خطير جدا، ان البلانك هولدنج بريشر بيبدأ بزيرو ساعة ما يبقى ما فيش انكماش في السبرينجز، ويفضل تفضل الفورس تزيد كل ما المعدن يتسحب او البانش يسحب المعدن جوه الداي. وطبعا ده ضد المطلوب، احنا عاوزين البلانك هولدنج بريشر في الاول يبقى عالي وبعدين يخف عشان يسمح بتحرك الشيت جوه الداي. فده عيب خطير في هذه الطريقة، ولو ان زي ما قلت لكم هي دي اكثر الطرق انتشارا لانها ببساطة ارخص، ودي بتناسب عمليات الديب دروينج اللي يعني مش عاوزة درجة دقة عالية جدا. لو كان درجة الدقة في المنتج لازم تبقى عالية، بنستخدم وسيلة تانية بنسميها هيدروليك داي كوشن سيستم. هيدروليك داي كوشن سيستم، لو رجعنا للسلايد اللي فاتت، بدل بقى ما نعمل التركيبة بتاعت السبرينجز دي، بنجيب حلقة واحدة تمسك على الجوانب بتاعت الشيت قبل ما تتسحب، ونعرض هذه الجوانب لضغط ناتج من هيدروليك سيلندر او من نيوماتيك سيلندر. النيوماتيك اللي هي ضغط الهواء، والهيدروليك اللي هو ضغط الزيت. يعني كل اللي هنحتاجه ترومبة تدخلنا زيت على الحواف بتاعت الشيت واحنا بنسحبها، فطبعا نقدر نتحكم في ضغط الزيت وبالتالي نتحكم في البريشر، والبريشر هنا ناخد بالنا هيبقى منتظم. نفس الشيء لو كانت نيوماتيك بدل هيدروليك هنحتاج الى كومبريسور. الكومبريسور هو اللي بيضغط الهواء، واحنا عارفين الكومبريسورز ممكن تضغط الهواء الى 2 بار، 3 بار، 4 بار، يعني تدينا البريشر اللي احنا عاوزينه بالضبط، وهيبقى ثابت اثناء عملية الدروينج، او نقدر نخليه في الاول بس وبعد كده يتشال. الاسلوب الثالث اننا نستخدم دبل اكشن بريس، دبل اكشن هيدروليك بريس. الدبل اكشن هيدروليك بريس دي بتبقى بريس لها 2 درايفنج سيستم. احنا عارفين ان البريس لها تيبل وفي سيستم موتور وهيدروليك سيلندر ومجموعة فالفز بيتحكموا في حركة البانش الى اسفل. الدبل اكشن بريس هيبقى فيها 2 درايفنج سيستم كونسنتريك جوه بعض، واحد منهم نثبت فيه البانش اللي هينزل يسحب الشيت جوه الداي، والتاني يعمل البلانك هولدنج بريشر. وطبعا منطقي اننا نتخيل ان
المكبس ده هيبقى اغلى كتير من المكبس العادي، لان انت عامل اتنين درايفنج سيستم مختلفين في مكبس واحد. فهذا النوع الاخير ده اغلاهم، وبالتالي لا يناسب الا الشغلات اللي مطلوب فيها درجة دقة عالية، وبالتالي هتبقى تكلفتها عالية. عموما لو رجعنا بقى الى الرينكلينج بريشر ده، ما نفتكرش يعني ان هو هيبقى يعني نمسك الشيت لدرجة اننا نمنعها من الحركة، ده لا يزيد عن 2% من ال when the relative thickness of the blank to its diameter r. لا ده هنا بيتكلم مش عن البريشر، ده هنا بيتكلم عن امتى يحصل الرينكلينج. لو الثيكنس زاد عن 2% من البلانك من الديامتر، هيبقى احتمال حدوث الرينكلز اقل، لان زي ما قلنا من شويه وزي ما قلنا في المحاضره اللي فاتت، احتمالات الرينكلينج بتزيد كل ما كان الثيكنس صغير، انما كل ما يكبر الثيكنس كل ما احتمالات الرينكلينج تقل. لو شفنا بقى الديب دروينج فورسز في ضوء ما درسناه السنة دي في البلاستيستي، احنا قلنا ان عمليات الميتال فورمينج الفورسز اللازمة فيها لإحداث الديفورميشن بتنقسم إلى ثلاث أجزاء، في الايديال فورس والفريكشنال فورس والريدندنت فورس. الايديال فورس اللي هي ببساطة هتحول لي القرص إلى سيلندريكال شيب اللي ناتج من عملية الديب دروينج بغض النظر عن الطريقة. الفريكشنال فورس اللي هي نتيجة الفريكشن اللي بين البانش والورك بيس، أو بين الداي والورك بيس، أو بين سطح القرص وهو بينزلق على السطح العلوي للداي قبل ما يتسحب داخل الداي. هنا الريدندنت فورس هتظهر في شكل عمليات بندنج تحصل لجزيئات المعدن وهو بيتسحب، وبعدين ستريتنينج او انبندنج. معلش هرجع للسلايد اللي فيها الرسم. لو تاخد بالك الشيت هنا كانت ماشية في خط مستقيم، عشان تنزل من هنا لهنا لازم يبتدي يحصل لها بندنج، عملية البندنج اللي احنا عارفينها العادية. وبعدين السيرفس الاريا اللي حصل لها بندنج دي لازم ترجع يحصل لها ستريتنينج عشان تمشي للداخل. ده اللي بيشكل الريدندنت فورس اللي بتحصل في عملية الديب درون. يبقى عندنا ثلاثة فورس كومبوننتس اللي هم الايديال فورس والفريكشنال فورس والبندنج اند انبندنج فورس. هنا في احتمال ايضا لحدوث ظرف جديد بنسميه الايرونينج. احنا عارفين ان خلينا نتكلم عنه في السلايد اللي جايه ان شاء الله. المهم نشوف بقى بناء على الكلام ده الفورس اللازمة لإحداث الديب دروينج هتساوي الجزء الايديال اللي هو باي في دي بتاعت البانش في الثيكنس في 1.1 في سيجما افريج فلو. وخلي بالنا سيجما افريج هنا اللي هي الافريج بين سيجما عند بداية الديفورميشن وسيجما عند نهاية الديفورميشن لو افترضنا ان بيحصل سترين هاردنينج، وده اكيد بيحصل في عمليات الكولد فورم. في لين دي الاوتر بتاعت القرص على دي بتاعت البانش. ده الجزء الايديا. الجزء بتاع الفريكشن هيظهر في الجزء ده من المعادلة. ميو في 2 اف بي، حيث اف بي هي الفورس بتاعت البلانك هولدنج. اف بي الفورس بتاعت البلانك هولدنج. في دي بي الديامتر بتاع البانش على الديامتر الخارجي بتاع القرص، في اي اس 2 ميو في باي على 2.
وبعدين لو رحنا للريدندنت فورس بقى يرمزوا له هنا بالرمز B1، حيث B1 هي الفورس ديو تو بيندنج اند انبيندنج او بيندنج اند ستريتنج اللي هيحصل حوالين الداي راديوس وهو بيتحول من المستوى الافقي الى المستوى الراسي داخل الداي. باقي هنا الجزء بتاع الايرونينج ده هنشوف ايه حكايته في السلايد اللي جاي. قبل ما نشوف الحته دي اهو كاتبين عنه هنا. دلوقتي انا بفترض ان الكليرنس بين البانش والداي لازم يبقى اكبر من الثيكنس بتاع العينه او قطعه المعدن بتاعتنا وهي بتتسحب داخل الداي، و الفرق ده لازم يبقى في حدود من 15 الى 20% من الشيث ثيكنس. يعني لو كان الشيث ثيكنس مثلا 2 مللي يبقى الكليرنس اللي بين البانش والداي لازم يبقى 2 زائد 15% يعني 2.3 الى 2.4 من المليمتر. ده عشان يتم تتم عملية السحب بسهولة. To produce by free thickening of the flange. The metal in the wall zone will be squeezed. لو كان بقى thickness كبر في الجزء الخارجي قبل ما يتسحب بدلا من حدوث الرينكلز، احنا قلنا ان الهوب ستريسز اللي هتتولد على محيط القرص وهو عمال يقل دي يا تؤدي الى رينكلز يا تؤدي الى ثيكنينج. ثيكنينج يعني يحصل زياده في الثيكنس، فده هيخلي الثيكنس وهو بيتسحب بين البانش والداي يحصل له عمليه كي ايرونينج أو سكويزنج، يتضغط تاني بين البانش والداي، وده بيبان في المنتج في شكل بطش لامعة، أو لو كان على المحيط كله هيطلع لنا سطح لامع من الداخل لو كنا عاوزين، آسف السطح الخارجي بيبقى لامع لو كنا عاوزين ده كجزء من مواصفات المنتج. وبناء على الكلام ده بقى يبقى الفورسز اللي عندنا هي الايديال فورس اهي، ودي طبعا بتزيد كل ما زادت الستروك. الفريكشن فورس بيزيد وبعدين يرجع يقل، فالمحصلة المفروض تطلع توصل للبيك عن البيك بتاع الفريكشن وبعدين تفضل تقل لحد ما تنزل لزيرو. لو حصل الثيكنينج او الثيكنينج اللي قلنا عليه هيؤدي الى سكويزنج او بيرنشنج للسطح بتاع الورك بيس وهي بتتسحب بين البانش والداي، فهيؤدي الى ظهور حتة فورس زيادة اهي، فدي هتؤدي الى ان الفورس ترجع يحصل فيها زيادة تاني في هذا الجزء. الكلام ده هيبان اكتر في السلايد. السلايد دي بتورينا بقى قرص حصل له ديب دروينج فاخد الشكل ده، دي الحته اللي فاضله ما حصلهاش ديب دروينج، وبعدين بيندنج وستريتنينج فتنزل راسي، وبعدين بيندنج وستريتنينج تاني، وبعدين تمشي افقي لحد ما تصل الى السنتر. وبناء عليه بنقدر نميز بين تلات حتت في اي ستريب قطعناها من المنتج: الجزء الخارجي اللي بنسميه الفلانج، والجزء الرأسي اللي بتجرى فيه عملية السحب الكاب وول، وبعدين البوتوم او الجزء اللي هيفضل في القاع اللي هو بيبقى تحت البانش، وده غالبا ما بيحصلش فيه ستريسز وسترينز عالية. تعالوا نركز على الحتة بتاعت الفلانج. الحتة بتاعت الفلانج خدنا إليمنت صغيرة اهي وكبرناها، فعندي راديال فورس عمالة عاوزة تسحبها للداخل، ف
فالراديال فورس هتبان هنا على شكل تنسايل ستريسز نسميها سيجما راديال. اما المحيط فهو عمال ينكمش يعني بيصغر، يعني عليه كومبريسيف ستريسز، فدي بنسميها تانجنشال او هوب ستريسز زي اللي درسناها في الفورجينج او اللي هو عمليات الابسيتنج، ودرسناها السنه اللي فاتت في السوليد ميكانكس في عمليات الثيك اند ثين سيلندرز. المهم الكومبريسيف هوب ستريس ده هيعمل ايه بقى؟ لو كان الثيكنس بتاعنا صغير منطقي ان يبتدي يحصل باكلينج للجزء ده، فهذه الباكل والباكلز اللي جنبها يعملوا لنا الرينكلينج اللي قلنا عليه. لو ما كانش الثيكنس ده صغير بحيث ممكن يحصل فيه باكل، هنجد انه ينضغط، فلما ينضغط هنلاقي ان الثيكنس هنا يزيد، وبالتالي الثيكنس بتاع الفلانج يزيد، فلما يجي يتسحب في الداخل لو كان الكليرنس مش مناسب ممكن تحصل عملية الايرونينج اللي قلنا عليها. ايرونينج يعني كي، اللي هو زي المكوى العادية اللي بتفرد الملابس. وطبعا لو في بلانك هولدنج بريشر هيبقى فيه كومبريسيف ستريس عمودي على سطح الشيت اللي هو هنا اسمه سيجما ان. وبناء عليه لازم بقى نبقى عارفين ان اي element على الفلانج بتاعت الديب دروينج بيحصل عليها تنسايل راديال ستريسز تساعد على سحبها داخل الداي، و هوب كومبريسيف ستريسز او تانجنشال كومبريسيف ستريسز لو كان الثيكنس صغير عن حد معين هتؤدي الى حدوث رينكلز، او لو ما كانش البلانك هولدنج بريشر سيجما ان كافي ممكن تحصل رينكلز. لو كان الثيكنس كبير نسبيا فممكن يحصل ثيكنينج، يعني زيادة في الثيكنس بتاع دي، فلما تيجي تتسحب هتبقى عرضة لحدوث بيرنشينج، وبالتالي لازم نزود الكليرنس اللي بين البانش شوية زيادة لو مش عاوزين يحصل هذا الايرونينج، لانه شفنا في السلايد اللي فات انه بيزود الفورسز. ننتقل بقى دلوقتي الى الكاب وول. الكاب وول دي هتبقى عرضة هنا اهي، ادي element وبنشوف الاستريسز اللي عليه، هتبقى عرضة لتنسايل استريسز، البانش عمال يزق الحتة دي عشان تنزل لتحت، فهيحصل لها تنسايل استريسز هنا تؤدي الى thinning عكس الثيكنينج اللي كان بيحصل هنا. وبعدين المحيط بتاع الجزء اللي بيتسحب هيبقى ضاغط، عاوز يضغط على المحيط بتاع البانش، فالبانش يرد عليه يبقى عاوز يشده للخارج، فهيبقى في عندنا هنا تنسايل هوب ستريسز. وبالتالي الجزء ده لو نلاحظ عليه هنا تنسايل ستريسز وهنا تنسايل ستريسز، فالجزء ده ممكن يبقى قريب من عملية الاسترتش فورمينج اللي شرحناها في بداية المحاضرة، وبناء عليه يبقى عملية الديب دروينج هي في حقيقتها خليط من عملية الديب دروينج والاسترتش فورمينج، وده هندرسه ان شاء الله في المحاضرة الأخيرة بتاعة الكورس اللي هي الفورمينج ليميت دياجرامز بشيء من التفصيل. المهم ان الاليمنت اللي على اخر جزء في السطح اللي بيتسحب هنا هي تنسايل وتنسايل، وبالتالي دي ممكن يحصل لها ثيننج. وبناء عليه لو حد سألك تتوقع لو حصل كراك
في عملية ديب درود هيحصل فين؟ تجد انه هيحصل قرب نهاية الجزء السطحي ده، اللي هو عند النقطة اللي انا بشير اليها دي بالظبط. يعني المعدن هنا كان الثيكنس بتاعه اكبر، هيبتدي يحصل له بيننج اند ستريتنينج، وبعدين ينزل يبتدي الثيكنس يقل 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 لحد ما يوصل الى اقل ما يمكن، وبعدين الجزء الداخلي ده معلهوش ستريسز كبيره زي ما قلنا في الاول. وده يؤكده لو خدنا اليمنت هنا، دي هتلاقي عليها هنا تنسايل ستريسز وهنا ايضا تنسايل ستريسز، ولكن دول قيمتهم صغيره جدا مقارنه بالستريسز بتاعت الجزء اللي بيتسحب. اخطر ستريسز اللي هي هيضيع فيها كل الفورس او الانرجي او الباور اللي بنصرفها على هذه البروسيس في هذا الجزء. ده تفاصيل ما يحدث من ستريسز في عملية الديب دروم. السلايد دي بتشرح الكلام اللي قلناه بالشرح في السلايدز السابقة. نيجي بقى ننتقل إلى عاوزين يبقى عندنا بارامتر يعبر عن مدى قابلية ماتيريال معينة لعمليات الديب دروينج، فده اللي بنسميه الليميتنج دروينج ريشيو، ليميتنج دروينج ريشيو LDR. احنا عارفين ان الدروينج ستريسز او السترينز اللي هتحصل، عندنا سترينز في ثلاث اتجاهات متعامده، فلازم مجموعهم يبقى واحد. ده عارفينه من بدايات الكورس بتاع البلاستيستي، ابسلون اكس بلس ابسلون واي بلس ابسلون زد تساوي واحد في البلاستيك رينج. فيبقى لو بصينا الى دي نوت على دي بي اللي هي لين دي نوت على دي بي، ده بيشكل وحدة بيشكل سترين. ده يجب الا يزيد عن واحد، يعني ده لازم يبقى يفضل اقل من واحد. السترين ما يصحش يخلي دي بانش قد دي نوت، والا يبقى مش هيحصل عمليه ديب درون. دي بانش ودي دي نوت اللي هي قطر القرص، فده لازم يبقى اقل من واحد. يعني لازم دي نوت على دي بانش لازم تبقى اقل من الناتشرال نمبر اي اللي هو 2718 من 1000. وبالتالي الماكسيمم ليميتنج دروينج ريشيو بيساوي دي نوت على دي بي ماكسيمم. هنا في علامه دي على، خلي بالك يظهر انها وهو بيتحول الى بي دي اف فايل، بحول الباوربوينت الى بي دي اف، يبدو انها حصل فيها تغيير. ده بيساوي الماكسيمم بتاعه يساوي 2718 من 1000 اللي هو الرقم E الناتشرال نمبر E. يبقى اذا ثيوريتيكالي اقصى ليميتنج دروينج ريشيو اقدر اعملها 2.718 او 2.72، ولكن عمليا طبعا احنا في عندنا فريكشن بين التولينج وبين الورك بيس، وفي عندنا عمليات بيندينج وانبيندينج اللي هو الريدندنت ستريسز اللي بتحصل، فبراكتيكالي لازم الليميتنج دروينج ريشيو تبقى اقل من هذا النمبر. عموما الليميتنج دروينج ريشيو بتتراوح بين 1.9 الى 2.2، يعني اقل بكتير من الكلام ده. وطبعا لو سالتك ليه، يبقى ده نتيجه الفريكشن و الريدندنت ستريسز او سترينز اللي بتحصل في الماتيريال والايرونينج اللي ممكن يحصل ايضا.
ايه بقى البارامترز اللي بنظبطها في عمليات الميتال الديب دروينج عشان تظبط لنا البارامترز اللي قلنا عليها؟ اول حاجه لازم نخلي الداي ريدياس كبير، واعتقد دي درستوها في دراسه الديب دروينج في سنه تانيه في الفورمينج تكنولوجي كورس. لازم تكون 10 اضعاف الانيشال بلانك ثيكنس. البانش ريديوس لازم يبقى من 1 إلى 5 من الثيكنس، وطبعا لو صغرته قوي ده هيؤدي الى ثيننج او الى تمزق في المنتج. قلنا قبل كده ان الكليرنس لازم يبقى اكتر من تي نوت بمقدار 15% إلى 20%، يعني لازم التوتال كليرنس يبقى 1.15 إلى 1.2 من الثيكنس بتاع المعدن. وقلنا قبل كده ان البلانك هولدنج بريشر بيبقى في حدود 2% من الافريج فلو ستريس، وعلى فكره ده قيمته صغيره قوي، يعني لو فكرنا مثلا في عمليه ديب دروينج لالومنيوم، سيجما ييلد بتاعت الالومنيوم بتبقى في حدود 100 ميجا باسكال، يبقى البلانك هولدنج بريشر لو هي 100 هيبقى 2 فقط، 2 ميجا باسكال. وعشان كده قلت لكم ان ضغط هواء خفيف ممكن يؤدي هذه البروسيس ده لو كنا بنستخدم هيدروليك او نيوماتيك كوشن، او ضغط زيت خفيف ممكن يؤدي بلانك هولدنج بريشر جيد. بالنسبه للسرعات بتاعه المكبس يجب ان تكون في حدود من 6 إلى 17 متر سبير مينت لو كانت سنجل اكشن بريس. لو كانت دبل اكشن بريس اللي هي ممكن نستخدم الاكشن الثاني في احداث عمليه بلانك هولدنج، ممكن نزود السبيد بحيث تصل الى 11 الى 15 متر بير مينت. طبعا لازم نعمل لوبريكيشن للداي سايد، الجزء من الشيت اللي هيبقى ملامس للداي، ولو ان جرى العرف ان بيعملوا اللوبريكانت على الوجهين بتوع القرص، واللوبريكانت تتراوح ما بين ماشين اويل زيت الماكينات العادي او بيجمنتد كومباوندز. البيجمنتد كومباوندز دي مواد مزلقة غير عضوية، زي مثلا مسحوق الفحم ممكن يبقى لوبريكانت جيد في هذه البروسيس. لو حبينا بقى نشوف الافكت اوف انايزوتروبي، احنا شفنا الانايزوتروبي كعيب يعني يوجد خاصة في الشيتس، وبالتالي بيلازم عمليات الميتال فورمينج بتاعة الشيتس. الانايزوتروبي احنا عرفناها في المحاضرة الاولى بانها اختلاف الخواص حسب الاتجاه. ممكن تختلف الخواص على سطح الشيت، فدي بنسميها بلينر انايزوتروبي. وقلنا لما بنيجي نسحب الشيت في درافيل بيبقى الخواص في اتجاه الدرفلة يختلف عن الخواص في الاتجاه المتعامد على الدرفلة، فدي اللي بنسميها بلينر انايزوتروبي. وممكن ايضا الاختلاف يبقى في اتجاه الثيكنس، فدي بنسميها نورمال انايزوتروبي. وبفكركم بنوع ثالث من الانايزوتروبي اللي سميناه الميكانيكال فايبرينج، اللي هو ناتج من تجمع العيوب اللي في المعدن في الشيت وهي بيحصل لها رولينج، زي الفلوز الرفيعة او اي ديفكتس رفيعة موجودة في المعدن هنلاقي انها تتركز في اتجاه الرولينج. طيب المهم هنقيس الانايزوتروبي دي ازاي؟ بنجيب عينة شد من الشيت، بنقطع عينة شد من الشيت ونقيس الريشيو اللي بين السترين في الاتجاه المتعامد على الشد
والسترين في اتجاه الثيكنس. ده بنسميه النورمال انايزوتروبي، لان احنا هنا بنقارن الثيكنس بما يحدث في البلين بتاعه الشيت. فيبقى ار الانايزوتروبي بيساوي ابسلون في اتجاه العرض على ابسلون في الاتجاه الطول. احنا عارفين ان ابسلون في اتجاه ما بتساوي لين ابسلون نوت على ابسلون فاين، وهنا لين ابسلون تي نوت على تي فاين. عيب الجزء ده من المعادلة ان الثيكنس ده صغير جدا بالنسبة للعرض، فممكن يبقى قياسه غير دقيق، ولذلك ممكن نشيل تي نوت ونحط بدالها دبليو في ال. فبدل ما تبقى لين تي نوت على تي فاينل هتبقى لين دبليو فاينل ال فاينل على دبليو على دبليو نوت في ال نوت. ده باعتبار ان الفوليوم ثابت، وبالتالي تي نوت في ال نوت في دبليو نوت لازم تساوي تي فاينل في دبليو فاينل في ال فاينل، حيث نوت واف ترمز الى اوريجينال وفاينل زي ما هو باين في المعادلة. ادي اهو دي الشيت، قطعنا منها عينة شد وشدناها وقسنا الاسترين في الاتجاه المتعامد على الشد والاسترين في اتجاه الثيكنس ونقسمهم على بعض، ده هيديني النورمال انايزوتروبي. ولكن هنا هنسأل نفسنا، طب ليه بنقيس في الاتجاه ده؟ طب ما نقيس في الاتجاه ده، بس ناخد بالنا ان الفرق في الاتجاه ده وده واي اتجاه مايل ده هيديني البلينر انايزوتروبي في البلين، انما القياس بتاع الثيكنس اللي شفناه في السلايد اللي فات ده بيديني النورمال انايزوتروبي. طب لو عاوز اقيس بقى البلينر انايزوتروبي او البلين انايزوتروبي دي بنعمل ايه؟ بنقطع عينه شد في الاتجاه ده وعينه شد في الاتجاه ده وعينة شد في اتجاه بيميل بزاوية 45 درجة ونقيس أنا لسه بتكلم في النورمال أنايزوتروبي. النورمال أنايزوتروبي في الاتجاه بتاع الشد هتختلف عن الاتجاه العمودي على الشد، هتختلف عن الاتجاه اللي بيميل بزاوية 45 درجة. فبجيب الأفريج نورمال أنايزوتروبي R بار بتساوي R في الاتجاه نوت زائد 2R في الاتجاه 45 زائد R في الاتجاه 90 على 4. نرجع للسلايد اللي فاتت اهو، هنعمل تلات عينات شد، عينة هنا في الاتجاه ده وعينة في الاتجاه ده وعينة في الاتجاه ده. طبعا لازم نفترض ان الاتجاه ده اكيد زي الاتجاه ده، فمش محتاجين لعينة رابعة، وانما بنضرب هنا بس في 2 عشان يبقى المجموع على الاربع اتجاهات. ده الافريج نورمال انايزوتروبي. الافريج نورمال انايزوتروبي بتاعت معظم المعادن القابله للشيت ميتال فورمينج بتتراوح بين 0.4 و 1.8، بين 0.4 و 1.8. خلي بالك لو ار افريج تساوي 1 ده معناه ايه؟ معناه ان مفيش نورمال انايزوتروبي، وبالتالي يبقى المعدن ايسوتروبيك، يعني مفيش اختلاف خواص في اتجاه الثيكنس بتاع المعدن. تمام. Notice that normal anisotropy of alpha titanium alloys are exceptionally high، بتتراوح بين 3 و 5، ودي هنشوفها وضوح في السلايدز اللي جايه. اهو بصوا الجدول ده بيديني ار بار الافريج نورمال انايزوتروبي للزنك الويز بتبقى من 4.10 ل 6.10، هوت رولد ستيل 8.10 الى 1، كولد رول كولد ريمد ستيل من 1 الى 1.4، كولد رولد الومنيوم كولد رول الومنيوم كيلد ستيل عملوا له كيلينج بالالومنيوم، خدتوا الكلام ده في سنه اولى في الكورس بتاع الماتيريال. ده بيبقى 1.4 الى 1.8. الالومنيوم الويز 6.10 ل 8.10، كابر الويز
6.10 إلى 9.10، ستينلس ستيلز 9.10 إلى 1.8، والتيتانيوم ألوي زي ما شفنا في السلايد اللي فات بتبقى كبيرة تتراوح بين 3 و5. لو ناخد بالنا في الجدول ده أقرب حاجة للرقم 1 اللي هو يبقى تقريبا الأنيزوتروب اللي فيها أقل ما يمكن هي الهوت رولد ستيل، لأن لما بنبقى عاملين هوت رولينج الكريستالز بيحصل لها ريكريستاليزيشن أثناء عملية الدرفلة، وبالتالي احتمال الأنيزوتروبي بيبقى أقل ما يمكن. أو في الستينلس ستيل وده أيضا بيبقى الأنيزوتروبي اللي فيه أقل ما يمكن، عشان كده قلت لكم من شوية إن الستينلس ستيلز وبالذات العيلة الأستينيتيك بتستخدم بشكل كبير جدا في عمليات الشيت فورمينج. الشكل ده بيوريني الليميتنج دروينج ريشيو اللي شفناها في السلايد اللي قبل اللي فاتت مع الار بار، مع الار بار او هنا مسميها ار افريج. لو تاخد بالك معظمهم متركزين حوالين الواحد زي ما بان في الجدول اللي فات، ما عدا الزنك لو تفتكروا في الجدول اللي فات كانت اول خانه كان قليل قوي، والتيتانيوم اكبر قوي. لو نفكر في المواد دي هنلاقي ان الستيل والكابر والبراس والالومنيوم دول كلهم اف سي سي ستراكشر، والاف سي سي ستراكشر هو اكتر ستراكشر قابل للبلاستيك فورمينج اوف ميتالز، والكلام ده خدتوه في الجزء الاول من الكورس. وبالتالي الانيزوتروبي اللي فيه بتبقى اقل. الزنك والتيتانيوم بيمثلوا تو اكستريمز لان الاثنين دول كلوز باكت هيكساجونال، بس في بينهم فرق كبير جدا اللي هو ايه. لو ناخد بالنا الفيس سنترد كيوبيك بنتكلم على وجه مكعب، يعني اضلاعه كلها ثابته. اما ال اتش سي بي ستراكشر اللي هو زي التيتانيوم والالفا، الالفا تيتانيوم والزنك، ده بيبقى اتش سي بي ستراكشر. الاتش سي بي ستراكشر فيه الضلع اللي فوق 6 اتومز متوزعه على شكل مسدس، كلهم كل ضلع فيهم وبعدين في ضلع تاني زيه تحت او مستوى تاني زيه تحت، والمسافة اللي بينهم سي. لو كانت سي اكبر من بشكل كبير هتلاقي ان الانيزوتروبي بتاعت المعدن بتزيد. اما لو كانت السي قريبة من البيرفكت ريشيو اللي بينهم اللي هي 1.633، اعتقد درسته الريشيو دي وانتوا بتاخدوا الكريستال ستراكشر بتاع المعادن في سنة تانية. لو ناخد بالنا التيتانيوم اقرب ما يكون للبيرفكت ريشيو دي 1.6 ودي 1.633، هنا 1.85، فتبقى اكبر منها بشكل كبير، وبالتالي الاحتمالات الانيزوتروبي فيها عالية جدا. طيب لو رحنا بقى للبلينر انيزوتروبي اللي هي في البلين بتاع الشيت، احنا قلنا بناخد 3 عينات من المعدن عشان نقيس الافريج نورمال انيزوتروبي اللي سميناها ار بار. نفس التلات عينات بس لو جبنا الفروق بينهم، ار نوت ناقص 2 ار 45 زائد ار 90 على 2، يعني الاثنين اللونجيتيودينال والنورمال ناقص الاثنين اللي 45 وقسمنا على 2، ده يديني دلتا ار. ده هيديني دلتا ار بتمثل البلينر انيزوتروبي. ولو ناخد بالنا ان لو الرقم ده زيرو يبقى مفيش انيزوتروبي في البلين، يعني عملنا عملية الدرفلة بتاعتنا على الساخن، وبالتالي حصل ريكريستاليزيشن للمعدن أثناء عملية
الرولينج، وبالتالي ما فيهوش انيزوتروبي خالص. او عملنا انيلينج للشيتس بعد ما طلعت من عملية الدرفان. المهم ان البلينر انيزوتروبي بتبقى الرمز بتاعها دلتا ار، ودي ناخد بالنا كويس قوي ار نوت ناقص 2 ار 45 زائد ار 90 على 2. شفنا بقى الانيزوتروبي بتعمل ايه في عملية الديب دروينج. هتعمل فيها الايرز اللي اتكلمنا عنها في البرزنتيشن السابق، وقلنا غالبا بيبقوا 4 ايرز. وهنا سنجد بقى فرق جوهري متوقف على البلينر انيزوتروبي دلتا ار. لو ده اتجاه الدرفلة اللي قطعنا منه الأقراص اللي عملنا منها هذه الشيتس، فهنلاقي ان الايرنج هنا دول 3 انواع من الكابر شيتس. النوع اللي في النص هنا واضح ان الانيزوتروبي اللي فيه ضعيفة جدا، وبالتالي ما حصلش ايرنج. هنا حصل ايرنج على زوايا مايلة على اتجاه الرولينج، وهنا حصل ايرنج في الاتجاه بتاع الرولي. امتى يحصل ده وامتى يحصل ده؟ ده هيتوقف على الدلتا ار اللي هنا. لو ده تغير ار في اتجاه الدرفلة والاتجاه العمودي عليه، وادي بينهم دلتا ار. لو دلتا ار طلعت اعلى من ار نوت وار 90، هنلاقي ان زاوية ميل الايرز تبقى 45 درجة على اتجاه الدرفلة. لو كانت بالنيجاتيف يعني اقل، هنلاقي ان الايرز تطلع في اتجاه الدرفلة والاتجاه المتعامد عليه. وادي هو الرولينج دايركشن، وادي الفروق، ودي اخر سلايد في البرزنتيشن ده. فاضل لنا محاضرة واحدة عن الفورمينج ليميت دياجرام، هنعمل لكم فيها البرزنتيشن الاخير باذن الله. وطبعا بشكركم وتمنياتي بالتوفيق، وارجو اننا نربط جيدا بين الكلام اللي قلناه في البرزنتيشن ده والبرزنتيشن اللي فات، لانهم مرتبطين جدا ببعض وبالبرزنتيشن القادم ان شاء الله. ده علاوة على ارتباطهم ايضا بالجزء الاول من الكورس. شفنا ان لما جينا نحسب الفورس في عملية الديب دروينج لقينا انها زيها زي كل عمليات الميتال فورمينج الاخرى، تتكون من ايديال، جزء ايديال وجزء فريكشن وجزء ريداندنت. وشكرا جزيلا.